عشان نستشرف طبعا وضع الاقتصاد الوطني البحريني في الفترة المقبلة، نرحب سعادة عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي السيد رضا فرج. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا بك. أولا أود أشكرك على ضيافتي في هذا البرنامج. واجبنا. الله يسلمك. المتميز. الله يخليك. والله يوفقنا جميعا. الله يخليك. إن شاء الله احنا نتشرف فيك طال عمرك استاذ. في ظل طبعا المتغيرات اللي يعني تمر بالقطاع الاقتصادي، لو نقيم وضع مملكة البحرين اليوم في ظل هذه الظروف الاقتصادية. هو مثل ما تفضلتي، لا شك ان الوضع الاقتصادي العالمي الان بشكل عام وكل الدول ولا في هناك استثناء لأي دولة من الدول، الأوضاع الاقتصادية مو الأوضاع اللي تبشر بالخير عادة، إلا أن احنا في البحرين، وهذه بفضل من الله والقيادة الرشيدة وحكمتهم، بدينا من فترة طويلة نفكر في أمور مهمة جدا بالنسبة لاقتصادنا، وبالأخص مجال تنويع مصادر الدخل. احنا كأي دولة نفطية اعتمادنا كان الكلي تقريبا على النفط، والنفط حاليا والمتوقع مستقبلا في تذبذب بالأسعار. فالتذبذب في الأسعار هذا لا يخدم أي برنامج اقتصادي على المدى البعيد. فلذا فكرت الحكومة فترة طويلة في تنويع مصادر الدخل، إلا أن هذا الكلام سهل الواحد يتلفظ فيه، بس إنما كبرنامج يأخذ له وقت، إلا لما أي تنويع يأخذ مجراه الطبيعي. فإحنا مقارنة بالوضع الاقتصادي العام وضعنا خلال الربع الأول من السنة 2019 وضع يبشر بالخير، يعني عندنا نمو إيجابي في خلال الربع الأول. في دول كثيرة في العالم النمو سلبي، احنا عندنا نمو إيجابي. عندنا البرنامج التوازن المالي، وهذا البرنامج اللي هو يعني نتيجة دراسة متأنية ودقيقة في نفس الوقت، و دراسة يعني تطرقت إلى أمور كثيرة، إلا أن كانت يعني واقعية لدرجة أن وضعت برامج وبرامج ممكن تطبيقها، وفي نفس الوقت كيفية تطبيق البرامج ذي، وتم المباشرة في تطبيق معظم البرامج. مثل ما تعرفين برنامج التوازن المالي هذه على أساس أن في سنة 2022 مصروفات الحكومية وإيراداتها متساوية، فإذا عندنا لا عجز، ما في عجز في الميزانية. في هناك 6 مبادرات محددة لبلوغ هذا الهدف، اللي هو في حد ذاته هدف كبير. يعني احنا وصلنا إلى مرحلة مراحل حوالي مليار و400 مليون دينار العجز السنوي. الآن نوصل إلى الصفر في خلال 4 سنوات. هذا إنجاز كبير. صحيح. ولله الحمد في سنة 2018 أول سنة لتطبيق برنامج التوازن المالي، قدرنا نحقق تقريبا وفر في العجز بمقدار في حدود 45% من العجز اللي كان مرصود في الميزانية السابقة. وإن شاء الله القادم طبعا يعني يبشر بالخير وأجمل إن شاء الله. أستاذ، لو نرجع قبل 10 سنوات للمتغيرات اللي طرأت على الاقتصاد الوطني، خلنا نتكلم عن هذه التغيرات اللي عصفت بالاقتصاد الوطني. والمتغيرات عديدة وكثيرة، يعني من أهمها بالتأكيد هو النمو السكاني في البحرين واحتياجات النمو السكاني، بالإضافة إلى التوقعات المواطنين، وتأكيد الحكومة الموقرة على أن رغبات المواطنين بقدر الإمكان وبقدر المستطاع لابد من تلبيتها،
رغبات المواطنين يعني في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال الإسكان، في مجال توفير الوظائف ومثل ما تدرين الآن العالم ككل بدأ يتغير. الوظائف اللي كانت تعتمد على الأيدي العاملة بدأت الآن تعتمد على الآلات، فإذا العدد اللي كان ذاك الوقت ممكن توظيفه اليوم ما محتاجين له معظم الشركات، فلا بد من إيجاد وظائف بديلة للوظائف اللي كانت ذاك الوقت موجودة. فالتحديات كانت كثيرة، وهذه من أهم التحديات، بالإضافة إلى التذبذب في أسعار النفط، يعني في نزول كبير يعني مقارنة في السنوات السابقة. أستاذ، شنو هي أبرز القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين اللي حققت فيها ريادة؟ والله حاليا الحكومة يعني الحكومة أو السلطة التنفيذية تنظر لجميع القطاعات تقريبا على أساس يكون في نمو، إنما قطاع السياحة الآن في مقدمة القطاعات اللي ماخذ حيز كبير يعني، ونمو أكثر من القطاعات الثانية في خلال السنوات الثلاث الأربع اللي مضت، والمتوقع أن يكون هالقطاع ذي في نمو إيجابي مستقبلا يعني في السنوات القادمة. نعم. مملكة البحرين أطلقت عدد طبعا من المشاريع التنموية الكبرى، مثال طبعا ألبا، تطوير مسار ألبا. هل تكفي هذه المشاريع أستاذ في تنشيط السوق المحلي اليوم، أم هناك حاجة إلى مشاريع أكثر؟ هل تكفي؟ طبعا لا، مو أنا اللي أقول لا، الكل الحكومة تقول لا وكل الجماعة يقولون لا. إنما كمشاريع يعني ساهمت في كثير بكثير من يعني تنشيط بعض القطاعات، مثل قطاعات مثلا الإنشاء، قطاعات المواصلات، كلها استفادت من هذه. وبالإضافة إلى ذي عندنا مشروع المصفاة، حاليا عندنا مشاريع كثيرة تاخذ فترة إلى لما نشوف المردود الفعلي، إنما هو تأثيره على القطاع الخاص أو السوق المحلي يعني شيء ملموس يعني لا يمكن إنكاره. جميل، خلنا ننتقل حق الجانب القوانين. طبعا مجلس الشورى قدم عدد من طبعا القوانين اللي ساهمت في تطوير أو دعم الاقتصاد الوطني، خلنا نتعرف عليها أستاذ الربا. أهم القوانين اللي أعتقد في خلال الفترة الماضية يعني تم سن يعني المجلس الشورى ومجلس النواب بجانب مجلس الشورى درسوا القوانين وأصدروا القوانين أو تم إصدار القوانين دي، مثلا التعديلات في قانون الشركات التجارية، هناك تعديلات عديدة وكثيرة وأكثرها تعديلات لمواكبة التشريعات بهالمجال دي مع ما هو حادث الآن في السوق العالمي ككل والتوقعات الموجودة. مثلا من جملة الأشياء اللي في القوانين أو في قانون الشركات مجالس الإدارة وكيفية إدارة مجالس الإدارة والحوكمة وحوكمة الشركات ومتطلبات الحوكمة، هذول كلها صار في قوانين منظمة لهالأمور دي كلها. القانون الآخر اللي هو القانون مهم، قانون تنظيم والإفلاس، هذا قانون جدا مهم بالنسبة إلى كثير من المؤسسات اللي قد تتعثر لفترة زمنية. في السابق ما كان أمامهم فترة على أساس ممكن يعيدون تنظيم إداراتهم وأعمالهم، وفي فترة زمنية خلال الفترة ذي واللي هي إعادة التنظيم ينظمون أمورهم، وإن شاء الله تتيسر أمورهم ويمشون وما في داعي للإفلاس. في نفس الوقت إذا اضطروا في اللجوء إلى الإفلاس. وفي قوانين أخرى يعني عديدة كلها في تصب في مجال مواكبة التطورات الحديثة في العالم بشكل عام و
بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، هل قدرنا في مملكة البحرين نوظف الإمكانيات والموارد لجذب الاستثمارات الخارجية أم ما زالت هناك في تحديات؟ وإلى الآن في تحديات، وفي تحديات كثيرة. أول تحدي الآن أن بشكل عام الاستثمارات في العالم ككل مو بالوفرة اللي كانت موجودة في السابق، وفي مثلا كثير من الدول والمؤسسات تتنافس على يمكن عدد محدود من الاستثمارات. إلا إحنا في البحرين طبعا في كثير من المبادرات، المبادرات اللي كلش جريئة، جريئة جدا يعني بالنسبة لمجتمعنا، جريئة جدا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وطبعا يعني في بطء في استقطابهم، إلا أن هذا البطء مو بس عندنا بس، هذا البطء عالمي. يعني الرأس المال يسمونه جبان يعني، فلذا دخول أي سوق في أوضاع اقتصادية ما هو بالأوضاع يعني محفزة للاستثمار تكون من الصعب يعني. كفيت ووفيت سعادة عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي السيد رضا فرج، كل الشكر لك على وجودك معنا.